السؤال اللي قدامنا سنأخذه كمثال على دائرة الـ RL. للدائرة المبينة بشكل أوجد مقدار قيمة الممانعة، التيار، باور فاكتور ومعدل القدرة. هذه الفولتية المهنة مصدر فولتية هو 220 فولت، طبعا هذه تمثل مقدار قيمة الـ VRMS RMS value، مطيني مقدار قيمة التردد، التيار اللي مار. هذه راح تمثل هي فولتية المقاومة، وهذه اتجاه فولتية الملف. أول خطوة أتعامل بها بحل هذه الدائرة أنه أوجد مقدار قيمة الـ XL، باعتباره مطيني مقدار قيمة الملف بالهنري، فأوجد مقدار قيمة الـ XL بالأوم. فأولا أوجد مقدار قيمة الـ XL، هي عبارة عن مقدار قيمة الأوميجا في الـ L وتساوي لـ 2πf في مقدار قيمة الـ L، وتساوي 2π في مقدار قيمة الملف في مقدار قيمة الـ L، 2 في مقدار قيمة 3.14 في مقدار قيمة التردد اللي هو 50 في مقدار قيمة الملف 0.15 هنري. والنتيجة راح تكون عندي مقدار قيمة الـ XL تساوي لي 47.12 أوم. هذه ستمثل مقدار قيمة الـ XL. زين، المطلب الأول هو لإيجاد مقدار قيمة Z في دائرة RL. أحسبها، أقول المطلب الأول Z هي عبارة عن R تربيع زائد الـ XL الكل تربيع الكل تحت الجذر، وتساوي راح تكون مساوية إلى قيمة المقاومة اللي هي 40 تربيع زائد قيمة الـ XL تربيع اللي هي 47.112 الكل تربيع الكل تحت الجذر، وراح تكون مساوية نتيجة إلى 61.8 أوم. هذه تمثل مقدار قيمة الممانعة الكلية. المطلب الثاني هو إيجاد تيار، فالتيار للدائرة هو يساوي لي مقدار قيمة الفولتية على مقدار قيمة الممانعة، وتساوي الفولتية مطينية هي 220 فولت على مقدار قيمة الممانعة 61.8، والنتيجة راح يكون هو 3.56 أمبير. 3 رايد الباور فاكتور من عندي. حتى أحسب الباور فاكتور هو يمثل مقدار قيمة كوساين فاي، يعني خلي أرجع للمخطط مات الدائرة. هذه التيار، هذه فولتية الملف، هذه تمثل مقدار قيمة الفولتية الكلية، هذه هي الزاوية تمثل ثيتا، أو إذا أريد أرسمها بدلالة الممانعة هذه تمثل المقاومة، هذه تمثل هي الـ XL، هذه تمثل مقدار قيمة Z. زين، الباور فاكتور هو عبارة عن كوساين الزاوية ثيتا، هذه كوساين ثيتا تساوي، أما أقول هي عبارة عن مقدار قيمة فولتية المقاومة VR على الفولتية الكلية V، أو تساوي لي R على Z. أنا ما حسب فولتيات هنا، فبالتالي من تمثل مقدار قيمتها سنانة المقدار قيمة الار على الزت. زين، فأقول هي تساوي لي مقدار قيمة، تساوي قيمة الار هي 40 على مقدار قيمة الزت اللي هي 61.8، وتساوي راح تكون هي مساوية إلى 0.647. زين، طبعا هذا منه مقدار قيمة الباور فاكتور. ممكن أنه أنا عندي طريقة ثانية، يعني ممكن نطلع الثيتا، أقول هي عبارة عن تان إنفرس مقدار قيمة الـ VR على الـ VR، أطلع الزاوية وبعدين أعوضها بالكوساين. فبالتالي هذه الخطوة تكون هي أسهل، يعني أنه استخرج مقدار قيمة الباور فاكتور كوساين فاي مباشرة حسب هذه المخططة. المطلب رقم 4 هو أوجد مقدار متوسط القدرة. زين، متوسط القدرة للدائرة الـ P average هي تساوي لـ VI كوساين ثيتا. الـ V هي الـ VRMS، الـ I هو الـ RMS، والكوساين ثيتا استخرجتها، فأقول يساوي لي مقدار قيمة الفولتية هي 220 فولت في مقدار قيمة التيار اللي هو 3.56 في مقدار قيمة الكوساين فاي اللي هو مقداره 0.647، والنتيجة راح تكون مساوية إلى 506.73، وهذه الوحدة مالتها هي عبارة عن الواط. فبالتالي صارت الأمور بهذا الشكل.